أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. السؤال المطروح دائما ولا سيما في هذه الأيام، ماذا تفرق هذه السنة عن أي سنة أخرى أو عن السنة القادمة؟ كثير من الناس عم تسأل هذا السؤال، ولا سيما في هذه الأيام عم نمر في ظروف وأيام صعبة جدا. لا ننسى الحرب الشرسة في غزة، لا ننسى البراكين والفيضانات والزلازل والانهيارات في أماكن عديدة، ثم الانهيار الاقتصادي والمرور في ظروف صعبة وقاهرة جدا، ولا ننسى أنه كثير من أحبائنا فقدوا ناس غاليين على قلوبهم وأحبائهم. فبشكل عام العالم عم بمر في يعني الجو من الحزن ومن الكآبة، وعم نشوف الظروف تستصعب في كل مكان. ودائما بسأل السؤال، طب شو اللي بيفرق؟ يعني كل سنة ورا سنة، وشو الفرق بين انه تعمل تقرير او قرار في حياتك سواء في ديسمبر او في اول يناير، او ممكن تعمله في مايو، ولا تعمله في سبتمبر او في اي شهر اخر؟ ايش بيفرق في هذا الموضوع؟ احبائي، خليني اقول انه كل يوم هو يوم الرب، وكل يوم هو بركة وعطية من عند الرب، وكل يوم احنا منعيشه في نفس جديد، فرصة جديدة، حياة جديدة، هذه من نعمة الرب. فكل يوم مهم جدا في حياة الإنسان. هذا السؤال اللي سألونا كثير من الناس، يعني الجواب بكل بساطة هو أنت، قرارك أنت، ماذا أنت تقرر؟ هل تريد أن تستسلم إلى اليأس والحياة العادية اللي مريت فيها السنة أو هذه السنة ورح تستمر للسنة الجديدة، أم تقرر وتصمم لا، أنا أريد أن أتخذ قرارات حقيقية صادقة واضحة في حياتي؟ مثلا أريد أن أحيا بفرح أو بسعادة أو بمحبة، أو أريد أن أتقابل مع الرب كمخلص شخصي لحياتي. فإذا أحبائي، كثير ناس بتعبر بقول لك طب ما احنا مش شايفين لا في تغيير ولا حتى في استجابات الصلاة، وبالعكس حتى الأمور عم بتصير من سيء إلى أسوأ. لهذا السبب كثير ناس بتمر في حالة الحزن، والبعض الآخر عم بيعاني من حالة الكآبة. بالطبع هي ليست طريق مفروشة بالورود، حتى السنة القادمة أكيد فيها تحديات كثيرة جدا، ولكن أنا عاوز أشجعك في بعض الكلمات، إنه يوجد رجاء، في أمل، ولا سيما في شخص المسيح. عاوز أقول بعض النقاط المهمة. لا تعتمد على نجاحك في هذه السنة فقط، لا تعتمد على انتصاراتك في هذه السنة، ومن ناحية أخرى لا تركز على فشلك وسقوطك أيضا. قال الرسول بولس، وطبعا عنده تاريخ حافل من كل الإنجازات، ومع كل هذا حسبها نفاية، وقال هذه العبارة: إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لا تركز على فشلك، لأنه الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. لا تركز على سقوطك أيضا، لا تشمت بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، وإذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. شو محتاج أعمل؟ تصميم، وهذا التصميم يتطلب إرادة ممسوحة بقوة الله، لأنه بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، مكتوب لا بالقدرة
ولا بالقوة بل بروح قال رب الجنود. ولكن الشخص الذي يختبر قوة يسوع المسيح يستطيع أن يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فأنا محتاج فعلاً أن أجدد ذهني بشكل يومي. فالمعركة الحاسمة هي على الذهن، هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. في حصون تبنت في حياتنا، وهذه الحصون أصبحت عادات، وهذه العادات استعبدتنا واستنفذت طاقتنا وقوتنا. فنحن مدعوون من ناحية أن نهدم هذه الحصون بقوة يسوع المسيح وبمعونة الروح القدس، ومن ناحية أخرى أن يتجدد الذهن، إذ نمتلئ من معرفة المسيح نمتلئ بكلمة الله. يعني هذه الكلمة لكي تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. شيء آخر، أنا لازم أتفادى وأتحاشى العادات التي تؤلمني والعادات اللي كانت مسيطرة علي هذه السنة. فأنا بنعمة الرب عاوز أكتسب عادات جديدة، مش عاوز أعتمد على القدرات الماضية لأنه أثبتت فشلي. أنا عاوز أطلب من الرب وأعتمد على الرب وقدرة الرب. وأنا أحب أريد أن أقول لكل واحد بعاني، تعال إلقي حياتك ونفسك على رحمة ربنا، إلقي حياتك على النعمة، نعمة ربنا. تعرف إن الله لا يترك إنسان خائب. يمكن عندنا أفكار مغلوطة عن الله، ولكن اليوم جرب إنك تبتدي بداية جديدة مع الله. فإذا بغض النظر كل اللي حدث معنا في السنة هذه السنة الماضية، ما تأخذ معك سواء نجاحاتك ولا فشلك ولا انتصاراتك ولا سقوطك ولا كل الأمور التي ألمت، يعني صمم إنه تبتدي حياة جديدة وإنه تتبع يسوع المسيح، لأنه مكتوب إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ابتدي بداية جديدة، صلي وصلي وصلي من أجل معونة الرب. في الختام أحبائي، كلنا منتابع الأخبار الحرب في غزة. غزة محتاجة إلى معونة إلهية، غزة محتاجة إلى رحمة إلهية. نتائج الحرب مؤلمة جدا ودمار من كل ناحية. فإذا خلينا نصلي إنه ربنا يحمي هالبلد ويسدد احتياجات كل الناس بغض النظر شو دينك، طائفتك، خلفيتك. الرب يتلامس مع كل الناس. وكمان بصلي إن الله يعلن عن ذاته للعديد من الناس في غزة. أحبائي، فقدنا كثير من الأحباء في هذه الحرب، وفي هاي السنة اقتربنا أكثر إلى مجيء المسيح. ولكن في الختام خلوني أقول شيء، السنة مضت والرب أكيد حفظنا وحافظ علينا وباركنا بغض النظر شو اللي منمر فيه أو الألام، ولكن الرب يسوع دائما بيعطينا طاقة متجددة. أنا بصلي اليوم إنه ربنا يباركك ويبارك أسرتك ويقطع الحرب، وبصلي الرب يسدد كل احتياجاتك، وبصلي من أجل أسرتك وعائلتك يكونوا تلاميذ ليسوع المسيح، وبصلي السنة القادمة تكون سنة سلام، سنة فرح، سنة محبة، سنة متميزة، سنة تعويض، استرداد إلهي، سنة فعلا الله يعلن ويظهر ذاته من كل ناحية لحياتك. كل عام وأنتم بخير.